أشكر المجلس السابق أستاذ جمال علام ومجموعة العمل المتواجدة معاه على الأداء اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت، وفي نفس الوقت بشكر كل من جلس على كرسي رئاسة الاتحاد، لها مسؤولية كبيرة. كلنا نعرف أنه كرة القدم هي المزاج العام للشعب المصري، ومسؤولية كبيرة جدا لمن يتبوى هذا المنصب. فأنا بشكر كل من تصدى لهذا العمل، وبشكر كل زملاء السابقين اللي عملت معهم خلال 30 سنة اللي فاتوا، بداية من اللواء حرب الدقشوري ربنا يديله الصحة، وكابتن سمير زاهر رحمة الله عليه، وجميع الزملاء اللي كانوا متواجدين اللي اتعلمت منهم كتير خلال 30 سنة اللي فاتوا. الرؤية بتاعتنا، لأن طبعا في ملفات كتيرة جدا بتشغلنا وبتشغل الرأي العام، كل أمنيتنا في خلال الفترة اللي جاية إن احنا نسعد جماهير الشعب المصري المتشوقة للانتصارات، واللي يهمها دايما تكون متواجدة على الساحة، ونتمنى بإذن الله يكونوا كلهم متواجدين لدعم المنتخبات الوطنية والأندية المصرية اللي هي مشرفانا خلال الفترة اللي فاتت، اللي كل الدعم ليها، وهي يمكن الرافد الأصلي والمهم، واللي بيخلينا مصر تطلع بالصورة الجيدة قدام العرب وقدام إفريقيا وقدام العالم كله. حاجة تنمية الموارد، في الشركة المتحدة بشكرها أنها دعم الاتحاد، ومهم جدا أن خلال المرحلة جايبة في تكاتف من كل أجهزة الدولة، سواء من الحكومة المصرية، ولا يفوتين أن حي السيد وزير الشباب الرياضة على المجهود اللي بيتعمل، وجميع الأجهزة المصرية المسؤولة اللي بتشتغل فيه وبتراقب اتحاد الكورة. احنا متمنين طبعا انهم يكونوا داعميننا بشكل كبير، وان يقدروا يساعدونا. احنا كلنا جايين نخدم مصر، كلنا جايين نخدم بلدنا. الوقت ده وقت حرج جدا في تاريخ الكرة المصرية، بيتقدم الاسم الابرز في الكرة المصرية كابتن هاني ابو ريدة بقايمة. نتمنى ان هي يعني تحظى بقبول الجمعية العمومية يوم 10 ان شاء الله. خدمة مصر شرف كبير لاي حد. انا فخور جدا ان انا جات لي فرصة ان انا اخدم بلدي. محتاجة بس من كل الناس ان احنا نكون متكاتفين، مجلس ادارة اتحاد، اندية، اعلاميين، محتاجين ان كلنا نبقى ايد واحدة عشان نقدر نخدم مصر في المرحلة الصعبة دي. موجودة في الاثنين، يعني الكرة النسائية، لان انا كمان مراقب مباريات للكرة النسائية سواء في الكاف او في الفيفا، وعملت ماتشات كتير في تصفيات كاس العالم للبنات وافريقيا وبطولات افريقيا، فانا مراقب مباريات، وبالتالي فعندي الخبرة في الجزء ده. وفي نفس الوقت لكن أنا ما عنديش خبرة في المصري، يعني فاهم، بس طبعا اللي أنا اتعلمته أو خبرتي في مع الاتحاد الأفريقي ومع الاتحاد الدولي هو ده اللي هيساعدني إن أنا أتواصل في الكرة النسائية.